إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في درس فقهي جديد، وما زال حديثنا موصولا عن أحكام الزكاة. وتحدثنا من قبل في دروسنا في أحكام الزكاة عن ترغيب القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إيتاء الزكاة والترهيب من منعها. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة. تحدثنا عن زكاة العملات الورقية أو الأموال التي يتعامل بها الناس، وقلنا بأن الإنسان إذا كان يمتلك مالا ما قيمته 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%. ثم تحدثنا عن زكاة الذهب أو الحلي الذي تتحلى به النساء أو ما يسمى بزكاة الحلي، ورجحنا الرأي الذي ذهب إليه بعض الفقهاء القدامى والمعاصرين بأن الحلي الذي تتحلى به المرأة إذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة أيضا، استدلالا بعموم النصوص يعني الآيات والأحاديث الواردة في هذا المجال، إضافة إلى بعض الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة: ما بلغ أن تؤدين زكاته فزكي فليس بكنز. ثم تحدثنا عن زكاة عروض التجارة أي التاجر الذي يتاجر في بعض الأمور، وقلنا بأن الشيء الذي يتاجر فيه أو السلع التي يتاجر فيها إذا كان يتاجر في أشياء بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب فأيضا عليه ليه فعليه زكاة. وقلنا كيفية إخراج الزكاة في السلع التجارية أو في زكاة عروض التجارة. ثم تحدثنا في درسنا الماضي على تذكرون عن زكاة الزروع والثمار انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا فيه الزكاة اللي هي زكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولكن أرى ألا نفصل فيها الرأي. طبعا زكاة الأنعام هذه بتهم الجماعة المزارعين والفلاحين، وربما لا يكون في أي واحد فينا من الحاضرين أحد عنده أبقار وأغنام، ولكن حتى في لابد أن يعلم الدارس لأحكام الزكاة أن هناك نوع من الزكاة يسمى بزكاة الأنعام. الأنعام الإبل والبقر والغنم. الإبل طبعا تطلق على النوق والجمال، النقل هو الأنثى والجمل هو الذكر، ويجمعهما كلمة الإبل كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والبقر يطلق على البقر والجاموس، وإن كان الجاموس غير موجود في المغرب إلا أنه بيدخل أيضا تحت نطاق البقر. وأما الغنم فهو يدخل فيها طبعا الماعز والخرفان والشياه إلى آخر هذا الأمور، وهي أيضا فيها النصاب. ما فيش أي نوع من أنواع الزكاة إلا ولابد أن يكون فيه النصاب. حتى لما تكلمنا عن زكاة الزروع والثمار قلنا أن النصاب في زكاة الزروع والثمار 5 أوسق، إنما في الإبل والبقر والغنم لها نصاب. الزكاة في الإبل لا 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 تخرج الزكاة عن الإبل إلا إذا كان الإنسان يمتلك مثلا 5 من الإبل. في البقر يكون عنده 30 بقرة، في الغنم 40 من الشياه. فطبعا هذا الأمر كما قلنا يهم شريحة من الناس، ربما تكون قليلة في هذا العصر من يمتلكون أمثال هذه الأعداد من الأنعام. وطبعا كلمة الأنعام بتطلق على الأنواع الثلاثة، لما ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة القرآن الكريم تسمى بسورة الأنعام. والله عز وجل يقول: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أهذا ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين إلى آخر الآية.
فكلمة الأنعام بتطلق على ليه؟ على الأنواع هذه الإبل والبقر وليه؟ والغنم. الآن يعني كما قلت لا أريد أن أفصل في موضوع زكاة الأنعام، لأن الأمر كما قلت لا يهم يعني معظم الذين يستمعون إلى دروس الزكاة، ولكن أنا أتحدث في مسائل يعني مسائل متفرقة من الزكاة، مسائل متفرقة ربما لم نتحدث عنها من قبل، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نعطي الفرصة للإجابة على الأسئلة والفتاوى في هذا الميدان، وفي درسنا القادم ربما يكون هو آخر درس في أحكام الزكاة نتحدث فيه عن مصارف الزكاة أو المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لكي تصرف فيها للزكاة، يعني أي نعم أنت وجبت عليك الزكاة، ولكن أين تنفقها، لمن تعطيها، هذا هو ما نتحدث عنه في درسنا القادم من مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الآن كما قلت نتحدث عن مسائل في الزكاة، منها مثلا على سبيل المثال ربما أمر يهم معظمنا، ألا وهو إذا كان لك دين على إنسان، إذا كان لك دين على إنسان فقير وأردت أن تحسبه من الزكاة أو تخصمه من زكاتك، هل هذا يجوز؟ يعني فرضا أنك أنت يعني واحد اقترض منك مالا وفي نفس الوقت وقال لك بأنه سيسدده في يوم ما، وجاء هذا اليوم أو جاء هذا الموعد ولم يسدد، وأنت تعلم أنه فقير، يعني هو أصلا لن يستطيع، أنت تعلم يعني يقينا أنه لن يستطيع أن يسدد في لا سيما في هذا، ربما في المستقبل الله أعلم، يعني بظروفه الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، لكن الآن أنت يعني تعلم من خلال يعني ظروفه المعيشية وأحواله الاجتماعية أنه لن يستطيع للسدد وهو فقير، فهل يجوز لك أنك أنت تحتسب هذا المال اللي هو عند الفقير؟ أنت ستخرج الزكاة مثلا هذه الأيام، يعني أنت مر عليك عام وستخرج الزكاة ولك دين عليه، هل يجوز أنك أنت تخصمه من الزكاة؟ يعني يجوز أنك أنت تخصمه من الزكاة لكن بشرط أنك أنت تعلم أنه لن يستطيع عليه السداد، وأنك لو طلبت منه هذا المال من الممكن أن يسدده، لكن ربما هيقترض مثلا من إيه؟ من إنسان آخر أو يتكلف ويسدده لك على حسب يعني على وسيجد معاناة في حياته الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية إلى آخر، فمن الممكن باعتبار أنه فقير تحسبه من الإيه؟ من الزكاة، ومن ولابد أن تقول يا فلان خلاص الأموال التي لي عندك يعني أنا جعلتها من الإيه؟ من الزكاة فلا تسدده، خلاص يبقى كده إيه؟ يعني كما نقول ضربت عصفورين بحجر إيه؟ بحجر واحد، يعني كان فيه أموال في الزكاة ستخرجها أنت تعتبر أخرجتها، في نفس الوقت هو لم يتكلف لك ليه؟ لك السداد باعتبار فقره ومسكنته، فأنت حسبت له هذا المال من ليه؟ من الزكاة. يبقى دي المسألة الأولى التي كنت أود أن أتكلم عليها. المسألة الثانية أيضا من المسائل، لو كان فيه مثلا مؤسسة عامة مثل المسجد مثلا وله أموال في البنك وحال عليها الحول، هل تأخذ فيها الزكاة باعتبار أن الزكاة كما قلنا حق للفقير وليه والمسكين كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ وفي الحقيقة العلماء درسوا هذه المسألة وتوصلوا إلى أن المؤسسات العامة إذا كان عندها أموال وبلغت النصاب وحال عليها الحول لا تخرج فيها الزكاة باعتبار أنها يعني غير مكلفة، لأن الذي يكلف بالأمور الشرعية هو الإنسان العاقل، يعني معروف مثلا يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك رفع القلم عن سلسة، يعني رفع التكليف عن إيه؟ عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتل، فدي شخصية اعتبارية، يعني ليست شخص عاقل تستطيع أنك أنت تكلفه، ولكن دي أموال أفراد يعني تعاونوا في 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 الوصول إلى هذا المبلغ، وفي نفس الوقت كما قلنا هي شخصية اعتبارية وليست شخصية مكلفة، فقالوا بأن هذه المؤسسات ليس عليها زكاة حتى ولو كان عندها المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فليس في مالها زكاة. أيضا ده من المسائل التي سئلت فيها من قبل. أيضا من مسائل الزكاة اللي هي ربما تهم معظم الناس
بالنسبة لزكاة الدين، فرضا لك أن لك دين عند أحد من الناس، بس يعني هذا الشخص مش شخص فقير، هو يعني شخص أنت تعلم أنه سيسدد هذا المال، ولكن لم يأتي وقته، وأنت الآن تخرج زكاة مالك، هل الدين الذي لك عند هذا الشخص وأنت تعلم أنه يستطيع السداد ولكن لم يأتي إيه؟ لم يأتي الموعد، أو أتى الموعد وطلب منك إيه؟ يعني زيادة المهر، ممكن ربما يكون شخص تاجر مثلا فأمواله ما زالت في السوق يجمعها، أو شخص عنده عقارات فمنتظر حتى يبيع مثلا إيه؟ جزء من عقار، يعني أنت تعلم أنه غني غير الشخص الأول اللي هو إيه؟ الفقير اللي احنا قلنا يجوز له، لأن ده لو غني ما منفعش أنك أنت تخصم المال الذي عنده من الزكاة، لأنه في جميع الأحوال سيسدد، ولكن السداد لم يعلم وقته. ففي هذه الحالة يعني اللي هي حالة الشخص الذي سيسدد ولكن يعني لم يسدد بعد، فالفقهاء قالوا بأنك إذا حينما تخرج زكاة مالك لابد أن تحسب هذا الدين، لأنه دين بيسمى دين مضمون السداد. يعني أنت مثلا هتخرج الزكاة عن 20,000 يورو فرضا، ولك 1,500 يورو في الإيه؟ قرض، يعني أنت أقرضتهم، ففي هذه الحالة أنك أنت بتدخلهم معك في 20,000 اللي أنت هتقول والله أنا هخرج الزكاة عن 20,500، يعني هذا المال اللي هو أنت أقرضته لشخص غني وسيسدده لك، يبقى أيضا تدخله في الإيه؟ في المال الذي سيزكى. طيب فرضا أتى الموعد ولم يسدد وما أطلك في السداد، لكن أنت تعلم أنه إيه؟ سيسدد، ولكن المدة بالتحديد لا الوقت الذي سيسدد فيه بالضبط لا تعلم، يبقى في هذه الحالة دخل بقى في دين غير مضمون السداد، يبقى إذا زكيت المال من بعد لا تدخله في الإيه؟ في المال الذي سيزكى، وإنما عند قبضه تزكيه لعام إيه؟ يعني بمجرد ما تقبضه من هذا الشخص تؤدي الزكاة في هذا المال الذي قبضته، يعني المال الذي تمتلكه اللي هو عندك خلاص أخرجت فيه الزكاة، إنما المال اللي هو دين لك عند الناس حينما تقبضه لا تؤدي فيه الزكاة حتى عن الأعوام الماضية، وإنما تزكيه لمرة إيه؟ لمرة واحدة، ولما يدخل بقى في المال الذي عندك وهيحول عليه الحول هتخرج الزكاة في المال الذي عندك إيه؟ إجمالا. هذا بالنسبة لزكاة الدين. أيضا من المسائل التي نسأل عنها كثيرا فرضا أن في شيء في الفقه الإسلامي اسمه زكاة الركاز. الركاز يعني الشيء المركوز في الأرض أو المدفون في الأرض. طبعا أنتم تعلمون الآن مثلا الناس، وربما هذا الأمر مشهور في المغرب ومشهور أيضا في مصر، الناس الذين يحفرون في الأرض أحيانا ويجدون بعض الآثار أو بعض الذهب إلى آخره، فهذا يسمى الأمور المركوزة في الأرض. فهذا فيه زكاة، بمجرد الإنسان ما يحصل على مثل هذه الأمور، أو حتى مثلا هدم بيتا قديما فوجد فيه مثلا بعض الأشياء الثمينة أو وجد أموال من آخره، فهذا يسمى بالركاز، وهذا زكاة، بمجرد الإنسان يحصل على مثل هذه الأمور ففيها الزكاة بنسبة الخمس، يعني 20%، يعني قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، الركاز يعني الاسم لما ركز في الأرض. فتخيل مثلا أنت لما تحصل على شيء وتطلع منه 20%، مش في فرق، في شوف الزكاة في المال 2.5%، الزكاة في الزروع والثمار 10%، الزكاة في الركاز 20%، يعني الخمس بتاع أو خمس قيمة الشيء الذي تحصل عليه، هذا بيسمى بزكاة الإيه؟ بزكاة الركاز. يعني تقريبا هذه يعني بعض المسائل التي كنت أود أن أتحدث عنها اللي نسميها مسائل منفردة في الزكاة. بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث كما قلنا عن مصارف الزكاة، يعني هذه الأموال التي ستخرجها لمن تعطيها، كيفية إنفاق هذه الأموال. أيضا من موضوع الزكاة موضوع تعجيل الزكاة، تعجيل يعني مثلا أنت ستخرج، معروف مثلا أنك أنت بتخرج زكاة مالك في شهر، فرضا في شهر 5 اللي احنا فيه الآن شهر مايو، ولكن يعني قبل هذا الموعد جاءك واحد من الفقراء أو واحد مريض أو واحد مسكين ويريد منك مالا، هل يجوز لك أنك أنت تعطيه يعني بعض من المال وفي نفس الوقت تخصمه من الزكاة حينما تخرجها؟
في هذه الحالة يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أجاز تعجيل الزكاة قبل وقته. يعني مثلا معروف أن يعني طبعا بخلاف الصلاة والصيام والحج، يعني مثلا هل يستطيع الإنسان أن يقول لك والله أنا في 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 العام المقبل من الحج سأكون مثلا مسافر بعيد ولن أستطيع أن آتي إلى 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 مكة فأقف في عرفات قبل عرفات؟ لا. في الصيام هل يجوز أن يصوم مثلا قبل رمضان بأسبوع؟ في الصلاة هل يجوز أن يصلي قبل وقت؟ لا. فإنما في الزكاة يجوز أن يؤديها الإنسان قبل وقتها نظرا لأمر ما، إنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل أو استسلف زكاة العباس، العباس بن عبد المطلب أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة يعني قبل حلول وقتها لعام أو عامين، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى هذه الزكاة لينفقها في أمور المسلمين، فلم يجد أمامه إلا أن يأخذ زكاة، عارف أن العباس عنده أموال وهذه الأموال بيعطى عليها للزكاة، فأخذ منه الزكاة قبل حلول وقتها بإيه؟ بعام، وفي رواية بعامين، إنه عارف أنه عنده أموال وهذا المال إيه؟ يعني بيستثمره، فأخذ منه للزكاة. فأجاز الفقهاء من هذا أن الإنسان يجوز له أن يعجل بإخراج زكاته ماله قبل حلول وقته، وده أمر مهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنك أنت مثلا ممكن حينما تسافر إلى بلدك، حينما تسافر مصر إلى مصر ولا المغرب ولا تونس ولا إلى غرام من الدول، فتجد مثلا بعض أقاربك وبعض أرحامك، طبعا هم حينما تذهب أنت إلى 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 بلدك فهم لا علاقة لهم بالأزمة الاقتصادية الموجودة في إيطاليا، ولا علاقة لهم بقلة العمل ولا الكلام ده كله، هم ما يعرفش هذه الأمور. هو طبعا مفكر أنك أنت هنا شغال وزير في إيطاليا أو شغال مساعد رئيس الجمهورية، فبالتالي يعني الحقائب التي نزلت بها هي معبأة بالإيه؟ معبأة بوجهة نظرهم، هم لا يعرفون أنك يعني هذه الحقائب يعني ممتلئة يعني بأشياء يعني لا قيمة، ربما معظمها يعني أشياء تخص الأولاد تخص الأسرة هكذا، ولكن في ظنهم طبعا أن هي معبأة بالإيه؟ بالأموال. فيأتي إليك طبعا بعض أقاربك وبعض أرحامك والفقراء والمساكين والمرضى والمعتدين وكثير ما هم، فيريدون أنك أنت تكرمهم، فأنت ما ليست عندك المقدرة المالية لكي إيه؟ لتدفع لكل هؤلاء. يعني ما أنت ب ب يعني أنت سبحان الله يعني حالك أنت كحال بقية إيه؟ كحال بقية الناس، والناس هناك لا يقدرون هذه المسائل، وفي نفس الوقت لو امتنعت عن أداء عن يعني إعطاء بعض الأموال لهم ينقلبون عليك ويعادونك وتصبح لهم يعني بدل ما كنت يعني قريب لهم وإلى آخره فبيعتبرونك عدو لهم. طبعا عارفين المثل ده مثل مغربي على فكرة، بيقول لك عود عادة اقطع العادة تصير ليه، مش عارفين المثل ولا ايه؟ بيقول لك عود عادة اقطع العادة تصير تعادة، يعني لو عودت الناس عادة ثم قطعت عنهم هذه العادة تصبح ايه؟ تصبح عدو لهم، تصبح عدو. انا هقول لكم مثال مغربي ولا طيب ما انتم مش فاكرينها عشان انتم بعيدين عن الله. فالمهم يعني اذا عودت الناس عاده ثم قطعت عنهم هذه العاده اصبحوا لك اعداء، فانت ربما تكون قد عودتهم في السابق ايام الغنى في ايطاليا، كنت عودتهم على الايه، على البذخ وعلى الاكرام وعلى الى اخره، ولكن الان ليست عندك المقدره الماليه لكي ايه، لكي تعطيهم. ولكن اذا كان عندك مال ففي هذه الحالة من الممكن أنك أنت تنظر مثلا الأقارب الفقراء وتعطيهم يعني بعضا من المال، وبعد ذلك تخصمهم من الزكاة حتى ولو لم يأتي موعد أداء الزكاة. كما قلنا يعني على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف زكاة العباس لعام أو عامين، يعني قبل أن يحل وقتها بعام أو عامين أخذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة لكي يصرفها في أمور المسلمين. هذه كما قلت بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، هنكتفي بها ونجيب على الأسئلة والفتاوى المتعلقة بأحكام الزكاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله.